فير بلاي نحكيو على اتحاد المونستيري، قدم يوم امس ستاف تكنيك جديد نتاعو، بقيادة المدرب مراد العقبي، صاحب تجارب كبيره في البطوله التونسيه سواء مع نادي الام الشبيبه ولا الملعب الجيبسي وعديد الفرق الاخرى. سي مراد موجود معنا بالتليفون باش نحكيو معاه على التجربه الجديده هذه. سي مراد اهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمع اكسبريس اف ام. دونك تجربة جديدة مع فريق الاتحاد المونستيري، تقريبا الموسم قبل الماضي عمل موسم كبير برشا، الموسم الماضي قل شوية ولو انه وصل لمرحلة متقدمة في كأس تونس. باهي نمشي ديريكت، شنو الأهداف حطيتوها الموسم القادم سي مراد؟ الأهداف معناها يدور لي أنت توا في خاتمة كلامك أنه لزوز مواسم هذه معناها الاتحاد المونستيري بصورة جديدة على المواسم السابقة. السنة لعب دور نصف نهائي كان قاب قوسين يمشي في النهائي، خرج بضربة ترجيح في بداية الموسم، خرج بالكاف زاد كيف كيف مع الرجاء، كان ينجم يتعدى المجموعات. صحيح في البطولة ما كانتش نتائج معناها على غير الموسم الفارق، الموسم اللي قبله معناها تتويج بالكأس، ترتيب معناها مشرف، مشاركة قارية، هذا معناها يخلي انه الفريق معناها دخل في معناها في مرحلة أخرى من تاريخ النادي، أنه مش يحاول الفريق يلعب الأدوار المتقدمة، معناها ترتيب في الخماسي الطالعة، مشاركة عربية ولا مشاركة أفريقية ولا بوركوا با شامبيون ليغ، بطولة تونس وكأس تونس، معناها العقلية عكس كما قلت لك المواسم السابقة، أنه عقلية متاع الأدوار المتقدمة. لأنه ثم ثوابت الفريق معناها تتكون في العامين هذا سواء من ناحية الرصيد البشري. صحيح السنة ربما ثم نقايص شوية في بعض المراكز، بما أنه العام الماضي خرجوا فوتو، خرجوا ثلاثة أربعة لاعبية معناها كانوا مؤثرين، علي العمري، الموسم هذا معناها خرج مولداس السنة سوكي فيه، إن شاء الله مشي مع تعويضهم ونفس العقلية باش نحاول نركز على التدريب. عملتوا تشخيص على استراجع شوية الفريق الموسم الماضي بارابور الموسم اللي قبل؟ هو شوف ثم زوج أسباب، ثم السبب الأولاني أنه ثم ثلاثة أربعة لاعبين كما قلت لك معناها مهمين كانوا في الموسم اللي حصلوا فيه هذا الارتداء على الكأس، بيان سور ما وقعش تعويضهم بنفس القيمة. العنصر الثاني المشاركة القارية، نعرفوها معناها النوادي اللي مش متعودة على المشاركات القارية مهما كان عند الرصيد البشري يرهق الفريق معناها وتولي ضغط في الرزنامة مع الكورونا اللي ضيقت برشا على الرزنامة، فما إرهاق كبير وبالتالي تراجع معناها حتى يقع حتى التشتت الذهني. احنا نذكروا في مواسم أربع المواسم الأخيرة الملعب الجيبس يوقف المشاركة بتاعه، نفس الشيء أثرت فيه على مستوى البطولة. صحيح، لأن معناها يلزمها رصيد بشري كبير، يلزمها تقاليد كبيرة كما الفرق نتاعنا التقليديه اللي هي ترازي والصفاقسي والنجم وغيره الافريقي دي، معناها مواسم معناها في العقود هذه متعودين على المشاركه. وانت تحكي عليه فيكتيف سي مراد، حددتوا النقائص نتاع الفريق؟ والله بدينا معناها انا البارح معناها وين رسميا مسكت بزمام الامور الفنيه، ان شاء الله معناها بدينا من اول ساعه معناها نشوفوا في معناها الشغور في بعض المراكز باش يقع التوازن. هذا هو من الحاجه اللي قلت لك معناها المكاسب الموجوده ما زالت موجوده كما نقولوا، فما تقريبا 70% من العناصر موجوده، الياس الجلاسي موجود، حارس بن سعيد موجود، الصغرايمه موجود، مشروع وغيره وغيره. معناها ربما كما قلت لك نحاولوا نتفاداه وقت الموسم هذا نعوضوا مثلا لاعب كيما اوكوتو كان عنده وزن كبير، نحاولوا نعوضوا لاعب في القيمه هذيك. فما المحيرسي موجود، بيلي موجود، أنا بدينا نشخص مش برشا انتدابات، لكن انتدابات إن شاء الله معناها تتملأ الفراغ هذا ويصير فيه التوازن الفريق إن شاء الله. البارح في الندوة الصحفية تفاجئنا برئيس الاتحاد أحمد البلي كان أعلن نيته التخلي، معناها نيته الاستقالة، نعرفش حكيتوا في الموضوع مع بعضكم، خذيت ضمانات معناها باش تواصل الخدمة حتى لو كان فما هيئة جديدة، ولا كيفاش تصير الأمور هكا؟ هي معادلة جديدة هي. أي بالضبط. مش احنا متعودين بها، متعودين أي رئيس أو إدارة متخلية تترك المساحة للإدارة اللي بعدها، لكن أحمد البلي سيد أحمد البلي رئيس ذو مسؤولية كبيرة يتحمل المسؤولية، معناه عنده انتماء كبير للاتحاد المونستيري، هو اللي صاحب الملحمة الأخيرة بعد ما بعد في فترة سابقة
النادي ينزل للدرجة الثانية عاود خذ الفريق في المواسم هذه الأخيرة تساعده من الدرجة الثانية للمنا رجع للمكان الطبيعي وحصل على الكأس ومشاركة قارية. عمل إنجازات، عمل هيكلة كبيرة في الإدارة، عمل كيف كيف زاد طور الموارد المالية، كان معناها بون جيستيونير للنادي. صحيح أنا من اللي اقترح عليا باش نكون أنا مدرب الفريق أعلن لي معناها مباشرة، اقترحني أنه معناها يفكر في الانسحاب، لكن قلت لك مفارقة هي جديدة أنه في نفس الوقت موجود معناها عبر الانتماء بتاعه وقال حتى كان أنا مش رئيس باش نكون في هيئة الحكماء وباش والاستمرارية مش تكون في الإدارة، مش توقع يمكن 70-80% من الإدارة الموجودة للأعضاء اللي يخدموا معاه. وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى أنه يعدل على القرار هذا ويكون هو، لكن المؤكد يا أما مش يكون رئيس بنفس قيمة السيد أحمد البلي أو سيد أحمد البلي باش يواصل. المهم أنا مباشرة أنا مني لي شخصيا حصلت على أنا مكني من ضمانات معنوية هامة اللي خلتني قبلت المهمة هذه، وإن شاء الله ما يتخلاش سواء كان هو رئيس إداري أو موجود معناها في صلب الهيئة الموسعة. آخر سؤال سي مراد، ظهر لي سابقة في الكرة التونسية باش يكون معك ولدك في الستاف، ظهر لي لا مش سابقة، هي أنا خدم معايا في الملعب الجيبس، خدم معايا في الشبيب، هو عالميا ما هوش ظاهرة، ما هو تعرف أنت الاختصاص هذا متاع أخصائي الإحصائيات والمتابعة وتحليل المباريات صار معناها موجود هو في أوروبا من زمان، لكن اليوم في البطولة التونسية موجودين الكل كما عثمان النجار في الترجي وغيره وغيره، تعرف هذه تاش معناها شو يسمى اختصاص يسهل برشا العمل بتاع المدرب الطاقم الفني، هو يهتم بالمتابعة بتاع الفرق اللي مش نلعبوا معاهم، هو اللي يشخص الأخطاء بتاعنا سواء الدفاعية أو الهجومية، مهم جدا معناها الأناليس هذا هو يخدم معي كما قلت لك 4 سنين يخدم معي حتى خارج أرض الوطن، عنده الكفاءة عنده توا الخبرة قاعد يتكون وإن شاء الله يعطي الإضافة كيفو كيما إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك سي مراد على دخلك معنا، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. كان هذا مراد العقبي، سهيل السمعي في الأخبار، وبعد مكملين بعد شوية آخر جزء من حصتنا اليوم.